هيا مارسيل إلى وستها. أتدري أنك محظوظ؟ طبعا بفضلكما. وستريهام، البحر والشاطئ. لكننا لم نأتي لهذا الغرض جميل، بل الاعتناء ببشرتك، فالبشرة مهمة جدا. هيا انطلق. سابين، هل ستلحقين بنا؟ فقد بدأنا الورشة الآن. أنا قادمة. نعم، فالجلد مهم جدا. في البداية إنه العضو الأكبر حجما في جسم الإنسان، وقد يبلغ معدل وزنه لدى الراشد 4 كيلوغرامات، وهو إذا مددناه انظروا فإنه يغطي مساحة 2 متر مربعين، أي كل هذا. لا بأس، أليس كذلك؟ كما أن الجلد يمثل غلافا يؤدي دورا مزدوجا، يحمي جسمنا ويوافينا بالمعلومات عن العالم الخارجي. أجل، سابين على حق، فالجلد هو حاسة اللمس أيضا، إذ يحتوي على نهايات عصبية عديدة. الأيدي والأصابع هي الأكثر حساسية، إذ لدينا هنا ألفا لاقط في كل سنتيمتر مربع، بفضلها نشعر بالحرارة والبرد والدغدغة والضغط والألم. لكن يجب الاعتناء بالجلد لأنه حساس جدا. نعم إنه حساس. نعم فريد، جميع على حق، فجلدنا حساس بالفعل، لذا يجب أن نعامله بلطف. الجلد الحساس ليس حكرا على الأطفال والنساء فحسب، بل على الرجال أيضا. على كل حال لقد بدأوا فعلا بالعناية به. إن الجلد أداة تواصل حقيقية، ففي جميع أنحاء العالم يلجأ الرجال والنساء منذ العصور الغابرة إلى الخضاب لتزيين وجوههم وأجسامهم بهدف التجميل أو للاحتفال بالمناسبات الخاصة كالأعراس مثلا، أو حتى الطقوس الجنائزية. بشرتنا هي أيضا هويتنا، تعكس جهدنا، أسلوب عيشنا، صحتنا، وتفضح حتى انفعالاتنا. إذا نظرنا إليه من الخارج يبدو الجلد ناعم المظهر، لكن إذا نظرنا إلى مقطع منه تحت المجهر الصورة تختلف، فالجلد مؤلف من عدة طبقات. طبعا تبدو ضخمة هنا، لكن سماكتها من هنا إلى هنا تبلغ مليمترا واحدا فقط، وعلى سطحه نجد ما يسمى بالطبقة القرنية، وسماكتها بالكاد تبلغ جزءا من 100 من المليمتر الواحد، لكنها تؤدي دورا أساسيا، فهي تفصل الجسم عن المحيط الخارجي. وهذه الطبقة القرنية تستند إلى القسم الحي من البشرة، والذي يستند بدوره إلى الأدمة. وبالرغم من رقتها، فإن كل هذه الطبقات مؤلفة من أعداد هائلة من الخلايا والألياف. ما بك جامي؟ هل تعبت؟ كم أود رؤيتك وأنت تقومين بذلك. إذن هذه الطبقات كلها، وأعني طبعا طبقات الجلد، تؤدي دورا في غاية الأهمية. الطبقة الأولى أي البشرة تغطيها الطبقة القرنية، وهي كما قالت سابين عبارة عن حاجز حقيقي بين جسمنا والعالم الخارجي. وعلى البشرة ثمة ثقوب صغيرة منتشرة هي المسام، التي يخرج منها العرق. كما تحتوي هذه الطبقة على الخلايا المسؤولة عن لون البشرة. هاي جمي، هل تعرف ما الذي يأتي من الأدمة؟ الشعر. أوه، كم هو شعراني. تتكون الأهداب وأنواع الشعر كلها في الطبقة الثانية، أي في الأدمة، داخل هذه الغلافات الصغيرة التي يطلق عليها اسم جريبات الشعر، وذلك قبل أن تخرج من المسام. وهذه القنوات متصلة أيضا بغدد صغيرة تنتج الزهم، وهو سائل مهم سنتكلم عنه لاحقا. كما أن غدد التعرق التي تفرز العرق موجودة هي أيضا في الأدمة. وفي وسط كل هذا نجد المستقبلات المتصلة بالدماغ، بعضها ذات حساسية للضغط، والبعض مثل هذه ذات حساسية للمس، وبعضها الآخر يتأثر بالبرد والحر. كما أن في البشرة مستقبلات حساسة للألم أيضا. أما ما بقي من الأدمة فمؤلف من نوع من الهلام مكون بحد ذاته من ألياف مسؤولة عن مرونة وصلابة الجلد، وعندما تتلف هذه الألياف تظهر التجاعيد. وأخيرا الطبقة الثالثة، الطبقة تحت الجلدية الإبيديرم، وهي طبقة دهنية تتشابك فيها الأوعية الدموية وتشكل وقاية حرارية ومخزونا للطاقة عند اللزوم.
عد يا جميل، نحن في انتظارك لنجري لك عملية قماش بسيطة. ماذا قماش؟ إذن علي أن أهرب. في مرحلة الطفولة تكون بشرتنا مرنة ملساء ومشدودة، ثم تتغير الخصائص الفيزيائية لمختلف أقسام الجلد خلال حياتنا، فترق البشرة وتصبح هشة أكثر، وترتخي الأدمة من تحتها وتتثنى. هذا الجهاز يسمح لنا بمتابعة نشوء تضاريس الجلد التي تتفاقم مع الوقت، فالتجاعيد الأولى تظهر في عمر 30. التجاعيد هي علامة من علامات الشيخوخة، وهي عبارة عن ظهور تدريجي لثنية في الجلد. في كل مرة نقوم بحركة تعبير بالوجه أو نتكلم ونحن نقوم بحركات كهذه تظهر الثنيات. في الواقع عندما نكون صغارا في السن يعود الجلد إلى مكانه الأصلي بالضبط، وبالتالي لا تتكون التجاعيد، لكن شيئا فشيئا ومع التقدم في العمر يتراخى الجلد ويفقد من مرونته، فلا يعود إلى مكانه الأصلي كليا. إنما يعطي المرونة لجلدنا هي ألياف الإلاستين والكولاجين الموجود في الأدمة، وإذا كانت البشرة ترتخي مع تقدم العمر فذلك لأن الخلايا التي تصنع هذه الألياف تفقد حيويتها وتعمل بشكل أقل مع مرور الزمن، لكنها قد تزداد سوءا إذا تعرضنا للشمس بكثرة، ذلك أن أشعتها عندما تدخل الجلد تتلف الخلايا المسؤولة عن مرونته، والنتيجة يتجعد الجلد بسرعة أكبر. أما هذه فليست تجاعيد بل بصمات أصابع، إنها خطوط تغطي الأصابع وراحات الأيدي وباطن الأقدام، وهي موجودة منذ الولادة ولا يتغير شكلها أبدا، كما تسمح للشرطة بالتعرف على المجرمين لأن كل واحد منا يمتلك بصمات خاصة به وكأنها بطاقة شخصية. حسنا جميل، هل أنت مستعد لعملية قماج؟ نعم، لكنني لا أريد قشرة طبقة القرنية. اطمئن فلن تشعر بأي ألم، إنه مجرد كف من الألياف النباتية، سنزيل بواسطته كل الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد. على كل حال، هل تعلم أن هذه الخلايا تسقط عادة وحدها لتحل مكانها خلايا أخرى؟ هذا ما يسمى بتجدد البشرة الذي يلزمها من 3 أسابيع إلى 4 كي تتجدد كليا. ولماذا نقوم بالقماش إذن مدام تتساقط وحدها؟ لتسريع عملية التجدد وللحصول على بشرة ناعمة كبشرة الأطفال. مهما يكن كن ناعما، فهذه الكف مخيفة. مخيفة؟ ما به؟ ما الذي أصابه؟ يريد الاحتفاظ بخلاياه الميتة. حسنا، لن نجعل منه قماش. هل الكلمة صحيحة؟ نعم. أنتم على حق، إنه قماش بالحليب. إذن البشرة مكونة من خلايا تتحول مع الوقت وتتجدد بإيقاع منتظم، وهكذا تولد الخلية من الطبقة الأساسية بازال التي كما يشير اسمها تقع في أسفل البشرة. العملية كلها تبدأ بانقسام الخلية ثم تدفع إحداها كليا نحو الأعلى، فترتفع الطبقة الأخرى الموجودة فوقها بعض الشيء، وهكذا من انقسام إلى انقسام آخر تهاجر الخلايا ببطء نحو سطح الجلد، وهي خلال رحلتها هذه تتغير. أولا ترق، ثم تحمل بالكيراتين وتصبح قاسية وتمتد جسورا بين الخلايا، أما إلى أعلى بقليل فتفقد نواتها أي تموت. في هذه المرحلة تكون الخلايا ما يسمى الطبقة القرنية، وهي عبارة عن تكدس خلايا ميتة مسطحة وقاسية تشكل غلافا واقيا حقيقيا، لكن الأمر لا يدوم، فالخلايا تدفع دون توقف نحو سطح الجلد باستمرار حتى تنفصل وتسقط. لإعطائكم فكرة صغيرة، نحن نخسر كل يوم طبقتين من الخلايا الميتة. وخلال 70 عاما تتجدد البشرة أكثر من 1000 مرة ونفقد خلالها كيلوغرامات عدة من الخلايا، وقد استغل الباحثون قدرة التجدد هذه لصنع الجلد في المختبر. يكفي في البداية اقتطاع بعض الخلايا الجلدية وزرعها في أنابيب مع الكثير من الطيبات لتتغذى، عندها ستتكاثر وتتكاثر وتتكاثر. وها هي النتيجة، نحصل على قطع من الجلد مصنعة يمكننا استخدامها لاستبدال الجلد المتضرر أو المحروق، وخلال 3 أسابيع يمكننا إنتاج ما يكفي لتبديل جلد مريض ما احترق أكثر من نصف جسمه. هذه العملية تسمح بإنقاذ حياة أشخاص عديدين، لكن لسوء الحظ لا يمكننا استرجاع النوعية الجمالية للبشرة الأصلية.
كي تتمكن من القيام بدورها كحاجز واق، يجب ألا تكون البشرة صلبة فحسب، بل مانعة لنفوذ الماء أيضا. انظروا، سنقوم بتجربة صغيرة. إذا وضعت نقطة ماء على ظهر يدي هوب وراقبتها من خلال فيديو ميكروسكوب، نلاحظ أن نقطة الماء لا تتمدد ولا تخترق الجلد، بل على العكس تبدو كأنها موضوعة على نسيج مشمع. لماذا؟ لأن جلدنا مغطى بغشاء دهني غير مرئي تماما، وهذا جميع ما يسمى بالغشاء الشحمي المائي. صور فريدة فعلا، لذا وبدون أي تأخير سأقدم إليكم منتجي الفيلم مارسيل إضاءة. أولا الغدة الدهنية وغدة التعرق والممثلون الأساسيون الزهم والعرق. أما القصة فهي بسيطة جدا، يخرج الزهم من الغدة الدهنية ويقوم بجولة حول المسام فيلتقي بالعرق، عندها يختلط الاثنان ويشكلان طبقة مانعة لنفوذ الماء. إذن وحسب النقاد فإن لهذا الفيلم منفعة مزدوجة، من ناحية يمنع دخول الماء إلى الجسم وهذا من حسن حظنا، وإلا لكنا سنعبأ بالماء عند اغتسالنا، ومن ناحية أخرى يحفظ الماء الموجود في جسمنا فنتفادى بذلك الجفاف. هي جميل، انظر هذا مضحك، لقد تجعدت أصابعي، وهذا ليس كل شيء، انظر يبلى، فقد تجعدت أصابع قدمي أيضا. هل امتلأت بالماء؟ ألست مانعا لنفوذ الماء؟ على ما يبدو وقد نضطر إلى طليك بمادة مانعة للنش. لا كنت أمزح، هذا يحدث للجميع، فنحن عندما نبقى لمدة طويلة في الماء يؤدي ذلك في النهاية إلى ذوبان الغشاء الشحمي مائي، وبالتالي يتمكن الماء من دخول جسمنا وتمتلئ الخلايا بالسائل. لكن هذه الظاهرة تظهر بوضوح بالأخص على أطراف الأصابع، لأن الجلد في هذا المكان سميك جدا وفيه العديد من الخلايا، وعندما تمتلئ هذه الخلايا بالماء يتغير شكل الجلد. لكن اطمئنوا، حالما نخرج من الحمام يتبخر الماء ويعاد تشكيل الغشاء الشحمي مائي، وهذا لحسن حظنا. وإذا أردت أن أطلعكم على كل شيء فإن هذا الغشاء حمضي بعض الشيء مما يبطئ نمو بعض البكتيريا. صحيح، فجلدنا ليس مانعا لنفوذ الماء فحسب، بل يشكل سورا رادعا للأمراض أيضا.